هناك مع ايناس كامل طول اليوم تقريبا معاها. حريص انك تكوني مع اصدقائك حتى في ازماتهم وفي حياتهم الخاصه في مشاكلهم طول الوقت مع الناس كلها يعني، لانه ايناس كانت معايا في المسلسل وعامله دور اختي، وقد ايه شخصيه رقيقه وبنت رقيقه ومهذبه جدا. وبالمناسبه انا المخرج جاله كورونا وانا مثلت وانا عندي كورونا، والماكيره بتاعتي جالها كورونا، والمساعده بتاعتي جالها كورونا، وايناس جالها كورونا، وابني يوسف عثمان جاله كورونا، كلنا خدناها من بعض. وبابا ايناس يا حبيبي رحمه الله عليه مات من الكورونا، لانه احنا بنصرف في اجواء برد جدا صعبه جدا، 150 شخص في مكان مغلق وما ينفعش نلبس ماسكات، فتعدينا. فحبيبتي يعني الله يصبرها بجد، فما كانش ينفع ما بقاش معاها، لان انا كنت فاضيه في اليوم ده، بقيت زملائي ما كانوش فاضيين، يعني مثلا ريهام وبقيه الكاست كانوا بيصوروا في اسكندريه، فما كانش ينفع حد يحضر يبقى موجود، فاللي كان موجود مننا حضر. فكان لازم ما وقفناش جنب بعض في الظروف دي، هنقف جنب بعض امتى؟ انا احضر عزا ما احضرش فرح، هو العزا الاهم. بس عايز اعرف اكتر رد فعل وصلك وانت مستغربات. لا مش مستغرباه، انا فرحانه بيه مش مستغرباه. انه هي منال كانت فين السنين دي كلها؟ فرحت الحقيقه. وده على تويتر اكتر على فكره. لمتابعه الاخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com.